Good morning my students. اليوم يا أول رح نبدأ بوحدة جديدة Unit 16 من كتاب Pupil's Book Page number 61. افتح كتاب الطالب صفحة رقم 61. Unit 16 Lesson 1 Learn the words. اليوم يا أول زي ما احنا متعودين كل بداية وحدة بدنا نتعلم ونحفظ مجموعة من الكلمات. اليوم يا مس بدي أحكي لك كلمات أو جرامر قاعدة. عندنا القاعدة مس بتحكي عن بريف بوزيشن حروف الجر، زي مس ما أخذتم مادة اللغة العربية حروف الجر من إلى عن على في الباء اللام. هون يا مس حروف الجر شو عنا؟ عنا on under in up down. درس اليوم يا مس فقط رح نركز على ثلاث حروف جر. on بمعنى على، under بمعنى تحت، in بمعنى في. بدك تحفظهم يا أول. on بمعنى على، under بمعنى تحت، in بمعنى في. Look at picture number one. This is chair كرسي and rabbit. rabbit هون مس بدي أحكي لك the rabbit الأرنب is on the chair. on the chair شو يعني أول on the chair؟ يعني مس على الكرسي. on the chair على الكرسي. عيد معي أول the rabbit is on the chair. on على. again on على. and this it is on the box على الصندوق. on the box. the rabbit is on the chair. on the chair and it is on the box على الصندوق. on بمعنى على. عيد معي أول on بمعنى على. ننتقل لأندر. أندر بمعنى تحت. again أندر تحت. برافو يا أول أندر تحت. look at this is a cat and table. the cat is under the table. the cat is under the table. القطة هون يا مس وين موجودة في الصورة؟ under the table تحت الطاولة. the cat is under the table and this it is under the box تحت الصندوق. in picture number one on the box هون يا مس under the box. in picture number three this is a baby. this is a baby. It sorry the boy is in the box. in the box يعني في الصندوق. the boy is in the box and this it is in the box في الصندوق أيضا. in picture number one on the box على الصندوق. in picture number two under the box تحت الصندوق. in picture number three in the box في الصندوق يعني مس بيكون بالداخل. يعني عيد مع بعض يا مس on على. اكتب لي اياها على دفتر النسخ. on على in في. لا تخربط بينهم. on على in في. under تحت. under تحت. هون بحكي لك يا مس make sentences. number one the rabbit is on the chair على الكرسي. الأرنب وين موجود يا أول؟ on the chair على الكرسي. the cat is under or in. برافو يا أول under. the cat is under the table تحت الطاولة. under the table. number three the boy. the boy is عندي هون يا مس ولد واحد في الصورة. في يا مس بعد الاسم بدي اكتب ايش؟
is لأنه هون اسم مفرد. The boy is in the box. In the box. بدك تحفظهم يا أول. On على. In في. Under تحت. كمان مرة يا أول. On على. In في. Under تحت. Open activity book. درس اليوم كثير سهل. شو بحكي لك هون؟ Where is the rabbit? Open activity book page number 65. صفحة رقم 65. Where is the rabbit? وين موجود يا مس الرابت؟ Look at picture. بدي يا مس أحكي إما on على أو in في أو under تحت. بدي أنتبه للصورة وأحكي يا مس وين موجود الأرنب في كل صورة. Where is the rabbit? The box. شو بدي أحكي يا مس؟ On the box ولا In the box ولا Under the box؟ حكينا يا مس هون على الصندوق. شو يعني على؟ On. On the box. Picture number two. In the box or Under the box. هون يا مس الأرنب موجود في الداخل في الصندوق. في بمعنى in. In the box. In the box. Picture number three. Where is the rabbit? مين يحكي لي أول وين موجود الأرنب؟ برافو. Under the box. تحت الصندوق. Under the box. Exercise number two. بيحكي لنا هون يا مس the bird is in the tree. وين موجود يا مس الطائر هون العصفور؟ In the tree في الشجرة. هون يا مس بداخل الشجرة. Picture number two. The bird is under the tree تحت الشجرة. Under هاي هون يا مس موجود تحت الشجرة. حكينا تحت بمعنى under. The bird is under the tree. Number three. The bird is the wall. وين يا مس موجود؟ On the wall على الجدار أو الحائط ولا in ولا under؟ انتبه للصورة يا أول. مين يحكي لي؟ برافو يا أول. The bird is on the wall على الحائط. Number four. The bird is the horse. وين موجود يا مس؟ برافو. On the horse. برافو يا أول شطورين. بس بدك تحفظ on على in في under تحت. تمام يا أول. بتمنى منك يا مس بعد ما تكمل نقل الإجابة على كتاب التمارين تبعث لي الحل على الواتساب حتى نقيم علامة المشاركة. يعطيكم العافية.